هنا جودة بتحقق الأسبوع اللي فات 4 بطولات أو 4 ميداليات ذهبية في 48 ساعة، ما شاء الله، يعني حاجة عظيمة جدا. ولدت كي تكون أسطورة. بطولة الجمهورية تحت 12 عام وفازت على بطلة الزمالك 3-0، بطولة الجمهورية تحت 15 عام وفازت أيضا على بطلة الزمالك 3-0، بطولة الجمهورية تحت 18 عام دي بقى تعبتها شوية، فازت 3-2، وبطولة الجمهورية تحت 21 عام فازت عليها هنا 3-1. 4 بطولات مركز أول على كل بطلات نادي الزمالك في كل سن وكل مناسبة في 48 ساعة تقريبا، كانت متفرغة لنادي الزمالك اليومين دولت هنا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين وفاكرين ان هنا فازت ببطولة الجمهورية اساسا للسيدات على فرح عبد العزيز بطلة نادي الزمالك. اعتقد عندنا هنا بتصنع تاريخ اسطوري ممكن يكون رسالة لكل او اطفال العالم بقى او كل مرتادي لعبة تنس الطاولة في العالم. هنا جودة بتحقق انجاز كبير جدا، بطولات عظيمة جدا خلال 2019 على سواء على المستوى الدولي او على المستوى المحلي. بس عايز اقول ان البطولة دي برضو كمان كانت في الاسماعيلية. المهم اللي حابب اتكلم فيه يا احمد فيما يخص هنا، ان انا فكرتي مع هنا هي الحفاظ على النبوغ المبكر. هنا نابغة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ما نقدرش نختلف ان هي لاعبة عظيمة، ولكن احنا رهنا معاكي ان شاء الله بعد مرور سنين طويلة نتكلم عنك كلاعبة تحافظ على تفوقها، وما يكونش ابدا تفوق مرحلي، ولكن بحفاظ هنا على تفوقها في حد تعامل مع إخفاقاته بشكل مختلف تماما وفي لعبة أخرى. صدر رحب.